رسول الله صلى الله عليه وآله يتطلع، لماذا يتطلع؟ أهل البيت يتطلعون، لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بدين عظيم، بدين جديد، ولأول مرة في تاريخ العالم دين الله سبحانه وتعالى كمل في يوم غدير خم، اليوم أكملت لكم دينكم. هذه لأول مرة دين الله كان ناقصا. على مر القرون كان الدين ناقصا، رسول الله صلى الله عليه وآله أكمل هذا الدين، ولكن هذا الدين بقي كاملا غير مطبق بكامله. الدين كامل ولكن لم يطبق كامل الدين، وأساسا هذا لم يكن تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله. تكليف رسول الله بلغ، تكليف رسول الله إنما أنت منذر، تكليف رسول الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. تكليف حفيده شيء آخر، تكليف حفيده تطبيق ليظهره على الدين كله، ليطبق دين رسول الله صلى الله عليه وآله الكامل.